من واشنطن ينضم إلينا المحلل والسياسي رمضان البدران عبر سكايب. أهلا ومرحبا بك. قبل يوم استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقنبلة يدوية، بعدها تم استهداف المنطقة الخضراء، وبعد ذلك الهجوم ضد مقرات العزم وتقدم. من خلال قراءتك، ما هي رسائل هذه الهجمات؟ سيد رمضان تسمعني؟ نعم سيد رمضان، إذا تسمعني، سألتك قبل يوم استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقنبلة يدوية، وبعدها تم استهداف المنطقة الخضراء، وبعد ذلك الهجوم على مقرات العزم وتقدم. قراءتك لهذه الرسائل من هذه الهجمات؟ يعني سبق هذا المشهد كان هو عملية الانتخابات التي حصلت داخل البرلمان، ورأي الإطار التنسيقي فيها الذي اعتبر أن هناك تآلف بين الكرد وبين الجماعة العزم والتيار الصدري. هذا التآلف السياسي اعتبره الإطار هو عملية تطاول من الكرد والسنة على وحدة المكون الشيعي، وبالتالي اعتبروا أن هذا التطاول سيؤدي إلى ظهور يعني مظاهر للعنف وردود الفعل، وقد يكون سبب في تهديد السلم الأهلي. هذه آخر الأحداث والتصريحات التي سمعناها صريحة من الإطار. طيب. ثم هناك جهات في الإطار لوحت وأنذرت بأبر يعني منشورات لها بأنها يعني مسألة السلم الأهلي في العراق مرهون بتداعيات هذا الاتفاق. إذا كل هذه الأمور تدل أن الجو السياسي هو كان يدفع بهذا الاتجاه، وحصول مثل هذه الأمور أمر متوقع جدا. أنا أعتقد هذه أمور لا قيمة لها، قليلة، الذين يقومون بها هم أطراف محدودة تحاول أن تسجل لنفسها دوما حضورا من خلال العنف. طيب. ومن خلال مظاهر العنف والعسكرة، وتحتاج هذه المظاهر إلى 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 عزل تام واحتواء وجوبا، يجب أن يبدأ من الإطار التنسيقي نفسه، ثم ينتهي إلى الشيعة أنفسهم، ثم ينتهي إلى المنظومة السياسية فالحكومية فالقضائية. هذا التسلسل يجب أن يجري. نعم. ويجب اعتقال هؤلاء وعمل إجراءات رادعة حازمة بحقهم، لأن لا قيمة لهم من الناحية العددية، ولكنه فقط مصدر للتشويش والقلق. طيب، بالحديث عن الإطار، يعني قوى الإطار اتهمت المنفذين بمحاولة خلط الأوراق باستهداف مقار تعود لأحزاب مقبلة على المشاركة بحكومة الأغلبية الوطنية. كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذا الادعاء سهل، تكرر في كل مرة، يحصل خطأ من هذا النوع يرمى من قبل من يتهم بأن هناك طرف ثالث. لا، أنتم أكثر جهة عليكم إشارات الاتهام بسبب تصريحاتكم، بسبب سياستكم، بسبب آراءكم. اثبتوا لنا براءتكم بشكل صريح لتخرج الجهات التي هددت وتعلن صريحة براءتها من هذه الأمور، وتعلن استنكارها لهذه الأمور، وتقدم أدلة عملية على أنها غير بريئة من هذه الأمور. بهذه الصراحة وبهذا الاحترام العالي للناس والمجتمع والعملية السياسية، في حال سكوت هذه الجماعات وبقائها مكابرة وفقط أن تنكر وتتهم أطراف ثالثة، هذا أمر غير كافي. هناك جهة مستفيدة من هذا الأمر، وهناك جهة لوحت وهددت، وهي كلها تنزوي في داخل الإطار عموما، وفي داخل بعض الجماعات من الإطار. الإطار بحاجة إلى بظهار براءة ذمة أعلى وبخطاب أكثر وضوح ومسؤولية اتجاه هذه الأمور ليجري احتوائها، درءا لمخاطر أكبر قادمة على البلد. طيب، بالحديث عن التهديد، الصدر حذر قبل أيام بتغريدة تابعتها حضرتك من تهديد شركاء وتعريض السلم الأهلي للخطر. تعتقد أن هذه الهجمات تأتي في إطار ما يعني تحدث به الصدر؟ هذه الجماعات بدأت بالسلاح وبدأت بالعنف، وليس لديها رأس مال في السياسة، كل رأس مالها العنف، وبالتالي فشل السياسي تريد أن تعيد العراق إلى تلك المساحات. أمراء حروب يريدون خلق حروب بأي طريقة من الطرق، لأن هذه هي ساحتهم وهذه هو رأس مالهم، وبالتالي هذه المحاولة هي محاولة استدراج أولا للأخوة السنة والكرد الذين سوف لن يردوا، لأنه ليس هم تجاوزوا مسألة التصادم المباشر. الخطوة الثانية سيهاجمون ربما سرايا السلام أو ربما بعض الجهات في التيار الصدري، عسى أن يندلع أمر في داخل الواقع الشيعي،
وإن لم يحصل سوف يذهبون إلى مهاجمة الأسواق وغيرها، ثم يذهبون إلى مهاجمة دوائر الدولة. هذا السيناريو المتوقع من هذه الجماعات، وبالتالي احتواء مسبقا. إلى أين يفضي هذا السيناريو سيد رمضان؟ إلى أين يفضي هذا السيناريو الذي تتحدث عنه؟ يريدون خلق بلبلة وحرب وحالة من العنف والفوضى، هذا يبقيهم في واجهة المشهد، هذا ما يريدونه. هم لا يريدون أن تبنى دولة مستقرة يتم حجبهم، لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع دولة مستقرة، ولذلك هذا التسلسل سوف يقومون به إذا استمرت الحكومة على السكوت والتمادي. نعم. سياسة إرضاء الجميع يجب أن تنتهي، وهذه العملية خطيرة، وحتى قرار المحكمة الاتحادية الأخير في إيقاف عمل هيئة الرئاسة في البرلمان. نعم. هو مداخلة سياسية خاطئة وغير حكيمة وغير مشروعة وغير ممكنة، وهذا خطأ كبير جدا يسجل على المحكمة الاتحادية، وهو يعني هذا تسويف لمزيد من يعني النظام. طيب. وهذا خطأ كبير اكتشفته المحكمة الاتحادية أيضا في هذا التوقيت الخطير والحرج. طيب. لإرضاء الطرفين، يعني نعم. بالأمس كنا صوتنا ضدكم، اليوم نصوت لصالحكم. طيب. هذا خطأ وتسليم. وفي ظل نعم في ظل هذا الجو الذي يشبهه البعض بالابتزاز السياسي، برأيك كيف تتحرك مسارات التفاوض وبأي اتجاه لتشكيل الحكومة المقبلة؟ أحكم الاتجاهات أن يستمر هذا التآلف السياسي بين الأغلبية، بين التيار الصدري وعزم والسيد البرزاني والكرد، هذا هو المسار الأصح دستوريا وديمقراطيا، ويجب أن يسير، وكل ما عداه لا ليس له الحق في أكثر من أن يعمل في ظل السياسة والقانون، وكل ما خارجه هو ضد القانون. إذن تستمر عملية التفاوض ويستمر التشكيل، والتشكيل صحيح، ومنذ بداية الانتخابات حتى الآن نحن نسير الاتجاه الصحيح. هذه ارتباكات متوقعة، هناك عملية إصلاح جذري، هناك عملية تغيير كبير يجب أن تحمى من قبل الجميع، بدءا من المواطن وانتهاء بالحكومة والقضاء. ونتمنى من الحكومة والقضاء مرة أخرى أن يؤدون واجبهم الأمين اتجاه هذه العملية السياسية، لأن هناك أقول لا. تخاذل، هناك لا. تسامح، هناك تسويف لا. تمارس الحكومة والقضاء بهذا الشكل يؤدي إلى حقوق الناس والمجتمع والشعب. نعم. وهذا دور غير صحيح وغير أمين. المحلل والسياسي رمضان البدران، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.